قمة مصرية قبرصية بالقاهرة تبحث توسيع ملفات التعاون الثنائي وجهود تحقيق السلام وضمان الاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وجهود وقف الحرب في قطاع غزة. الأمم المتحدة تقول إنه من المستحيل إنشاء مناطق آمنة داخل قطاع غزة بسبب حملة القصف الإسرائيلية. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستوليدس الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تتطور بشكل مضطرد خلال الفترة الأخيرة بين البلدين. وقد جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لنظيره القبرصي بقصر الاتحادية. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالتصعيد في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود المصرية للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في القطاع والعمل المكثف الذي تقوم به مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية المصرية لأهالي غزة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد نيكوس خريستوليدس رئيس قبرص، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شهد تأكيدا للحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تتطور بشكل مضطرد خلال الفترة الأخيرة. وقد استعرض الرئيسان سبل توسيع هذا التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها ملف الطاقة، مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضا إلى الأوضاع الإقليمية وبالأخص التصعيد في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، مؤكدا ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الشأن. كما تناول السيد الرئيس العمل المكثف الذي تقوم به مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية المصرية لأهالي القطاع، مشددا على استعداد مصر لاستقبال وتنسيق كافة المساعدات الدولية الموجهة للقطاع. وقد ثمن الرئيس القبرصي الجهود المصرية الحثيثة للتهدئة وكذا على الجانب الإنساني، مؤكدا حرص قبرص على التنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد، خاصة في ضوء الرؤية المشتركة للبلدين بشأن أولوية العمل لإقرار السلام وضمان الاستقرار في الإقليم. وفي هذا الصدد شدد السيد الرئيس على ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. شهدت العلاقات السياسية بين مصر وقبرص منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية تميزا واضحا وسط تنسيق المواقف حيال القضايا المختلفة والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية. يعد التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان نموذجا يحتذى به في منطقة شرق المتوسط في جميع المجالات. قواسم مشتركة ومصالح متبادلة تجمع مصر وقبرص على مر السنين، قواسم ومصالح وروابط أسهمت في أن تكون العلاقات بين البلدين نموذجاً للعلاقات بين الدول.
مع بدايات ستينيات القرن الماضي، كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية قبرص فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1960، وقد أسهمت عوامل القرب الجغرافي والتمازج الحضاري والثقافي في زيادة العمق في العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية. العلاقات السياسية بين مصر وقبرص شهدت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية دفعة إيجابية، وسط حرص قيادتي البلدين على التشاور وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، وبحث أفق التعاون الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات وفي مختلف المحافل الدولية. وبالنسبة لقضايا الشرق الأوسط والمنطقة، تتطابق وجهات نظر البلدين في عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث ترى الدولتان ضرورة التواصل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، كما تهتم مصر دائما بتدعيم جسور التواصل الشعبي والمجتمعي بين البلدين لاستكمال مسيرة الترابط. وتتويجا لهذا، جاء أعلان القاهرة في نوفمبر 2014 كنوات لإقامة تحالف بين مصر وقبرص ومعهما اليونان، حيث تجمع الأطراف الثلاثة قواسم مشتركة في التوجهات برزت مؤشراتها في التركيز على محاور الأمن والتنمية والاستقرار. ويعد التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان نموذجاً يحتذى به في منطقة شرق المتوسط في جميع المجالات، وتمثل المبادرة الرئاسية إحياء الجذور التي أطلقها الرئيس السيسي في عام 2017 خطوة هامة لتعميق التواصل بين الأجيال الحالية من الدول الثلاث. هي إذن قواسم مشتركة من تاريخ وحضارة عريقة يواكبها تطلع للمستقبل، وجهود مشتركة لتنفيذ المشروعات المتفق عليها سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان. للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا الباحث في العلاقات الدولية الدكتور طارق البرديسي. أهلا بحضرتك يا فندم في البداية. ويعني هذه القمة المصرية القبرصية التي تبحث توسيع ملفات التعاون الثنائي بالإضافة أيضا إلى كيفية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، أهمية توقيت هذه القمة في هذه الفترة تحديدا؟ تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. يعني أتصور أن هذه القمة هي تأتي في حلقة في سلسلة حلقات الدولة المصرية سعيها التعود لنسج هذه العلاقات الاستراتيجية مع أكثر من دولة ومع أكثر من يعني مجموعات. فأتصور أن الدولة المصرية بدأت الآن تنسج هذه العلاقات الاستراتيجية والتي تبحث عن الخيرات وعن المنافع المتبادلة ما بين الدول بحيث يصبح الكل رابح. وأتصور أن إحياء الجذور ما بين مصر وقبرص واليونان هي يعني تأكيد على هذا السعي للبحث عن هذه العلاقات التليدة وصولا إلى هذه العلاقات الحديثة واستغلالها في تدعيم سواء كان مشاريع الغاز، مشاريع الكهرباء، مشاريع الطاقة إلى غير ذلك من فرص. وتصور أنه في هذه العلاقات التي تدشنها الدولة المصرية بتنطلق من تشبثها بمبادئ القانون الدولي، بأساسيات التنظيم الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للأغيار، باحترام السيادة الوطنية للدول، بكل مبادئ التنظيم الدولي وكل يعني أحكام ومضامين الأسرة الدولية المتعارف عليها. وإن كانت إحياء الجذور يعني هي فرصة لدعم هذه العلاقة الثلاثية، فتصور أيضا أن مصر تحاول إحياء الأمل بالنسبة للقضية الفلسطينية. فمصر دائما تعمل في من ذلك المنطلق لتوسيع هذه العلاقات السياسية بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية والثقافية ما بين الشعوب. نعم، كما ذكرت حضرتك في ضوء المعطيات اللي ذكرتها، العلاقات المصرية القبرصية اليونانية بتعد نموذجا يحتذى به في منطقة شرق المتوسط بشكل كامل. إلى أي مدى يمكن أن يسهم ذلك أيضا في تحقيق تطور على صعيد التباحث بشأن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة في ظل هذه الظروف المتوترة في المنطقة بشكل عام؟
بالفعل هي يعني علاقات مصر غالبا ودائما هي نموذج يعتزى به في احترام الغير، في عدم التدخل، في البحث عن المصالح المشتركة، في كل ما يدعم مفهوم الأسرة الدولية والتنظيم الدولي. مصر دائما متدثرة بأحكام ذلك القانون الدولي، وأتصور أن مصر بتعطي ذلك النموذج، وهذا الزخم لهذه العلاقات المصرية الاستراتيجية بتعتبر منطلق للدولة المصرية في يعني عدم التصعيد وتخفيف التوتر في كل العلاقات. بمعنى أن إن كانت هناك علاقات متوترة ما بين قبرص وما بين اليونان في جانب وتركيا، فإن علاقات مصر الجيدة جدا مع قبرص ومع اليونان، وعلاقات مصر الجيدة جدا مع تركيا، كل هذه العلاقات من شأنها أن تعمل على تقريب وجهات النظر وصولا إلى أرضية مشتركة لتحقيق هذه المصالحة، لتحقيق ذلك الاستقرار. أيضا علاقات مصر مع سواء كان فتح رام الله، سواء كان مع جماعات المقاومة، سواء كان مع الجانب الإسرائيلي الأمريكي الأوروبي، يعني هذه العلاقات القوية المتينة المصرية مع كل الأطراف المتخاصمة والمتشاكسة تعطي لمصر هذه الميزة التنافسية وهذه القدرة التفاوضية وهذه المكنة الدبلوماسية في أنها تتعاطى مع أكثر من ملف، حيث أنها تصبح يعني سياسيا مركز ثقل، ليس فقط بقعة جغرافية عبقرية بتتوسط ما بين البحرين الأحمر والمتوسط ومدخل للقارة الإفريقية والأوروبية وإلى غير ذلك من الأمور المعروفة، وإنما أيضا في التوازن في السياسة الخارجية المصرية. في السنوات الفائتة استطاع الرئيس السيسي باعتباره القائد الأعلى للسياسات الخارجية أن تكون مصر مركز ثقل سياسي لها ذلك الثقل السياسي، حيث تلعب أدوارا متعددة في العديد من الملفات الشائكة والمتوترة. أشكرك جزيل الشكر الباحث في العلاقات الدولية سيد طارق البرديسي، شكرا جزيلا لك. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، وأكد أن المجلس الأعلى للمواني يكتسب أهمية كبيرة في ظل المشروعات غير المسبوقة التي يتم تنفيذها حاليا في منظومة المواني، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز ثقل في مجال التجارة العالمية. وخلال الاجتماع وافق المجلس على اعتماد مقترح المخطط التنفيذي والزمني لدعم وتعظيم الصادرات المصرية لإفريقيا 2025. وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية الاستفادة من مباني ومخازن شركة النصر جسور التابعة لوزارة التجارة والصناعة في البلدان أو في البلدان الإفريقية، بما يمكن من سرعة نفاذ البضائع المصرية إلى دول القارة. كما ناقش الاجتماع استراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير. وفي هذا الصدد وافق المجلس على توحيد الإجراءات الجمركية وعلى آلية التنفيذ بجميع المواني المصرية فيما يتعلق بتجارة الترانزيت. ووافق المجلس على التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع وثيقة انضمام مصر لطريق الحرير والعمل مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل المعوقات اللازمة لضمان المشاركة الفعالة للدولة كشريك رئيسي بمبادرة طريق الحرير الصيني. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات جذب وتعظيم عوائد سياحة اليخوت في مصر. أشار مدبولي خلال الاجتماع إلى وجود تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم. شدد مدبولي أيضا على أن الحكومة قد قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف، موضحا أنه أصدر في شهر أغسطس من عام 2022 قرارا بشأن لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في الموانئ البحرية، والذي نص على إنشاء ونافذة رقمية موحدة لليخوت تتولى وزارة النقل من خلال قطاع النقل البحري إدارتها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين.
أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي أن المجلس سيواصل جهوده الحثيثة لتوعية السيدات بأهمية المشاركة والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية. أشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن المشاركة بالتصويت حق دستوري أصيل وواجب وطني على كل فرد، مشددة على ضرورة عدم التنازل عن هذا الحق. النهاردة لكل سيدة مصرية وطنية أصيلة، انزلي وشاركي بصوتك في الانتخابات الرئاسية 2024. دورك كان عظيم ومشرف، ورفعتي راس مصر وأبهرتي العالم في كل الاستحقاقات الدستورية اللي فاتت، والنهاردة مصر بتناديكي من جديد عشان تكملي دورك الوطني العظيم. ده حقك وحق البلد عليكي، وصوتك ده هو اللي هيحدد شكل مستقبل بناتك وولادك، وهو اللي هيحافظ على أمن واستقرار بلدنا الغالية مصر. يلا شجعي أسرتك وجيرانك وانزلوا من جديد، وصلي صوتك للعالم عشان يعرف إزاي الست المصرية هي الظهر والسند لبلدها. صوتك مهم وبيفرق، صوتك أمانة وبلدك أمانة، ومصر بيكي أقوى وأجمل. دكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة. انتهت محافظة القاهرة من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة، والبالغ عددهم 8,236,761 ناخبا موزعين على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية مدرسة، وذلك داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين. كما انتهت المحافظة من إعداد غرفة عمليات مركزية، حيث سيتم المتابعة من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة. كما سيتم تنسيق وربط غرفة العمليات المركزية مع غرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والمتحدث باسم ائتلاف نزاهة الدولي. أهلا بحضرتك معنا أستاذ أيمن. يعني الاستعدادات يعني على قدم وساق لاستقبال حدث الانتخابات بالتأكيد في الداخل، بعدما شاهدنا وتابعنا تفاصيل العملية الانتخابية وعملية تصويت المصريين في الخارج، كيف ترى هذه الاستعدادات؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، تحياتي لحضرتك وكل الساده المشاهدين. احنا حاليا في ائتلاف نزاهه، بعد ما تابعنا مرحله التصويت في الخارج، مش المتابعين المقيمين خارج الدوله، المتابعين الدوليين بدا وصولهم من النهارده. يوم 7 ديسمبر هيبقى اكتمل عدد المتابعين الدوليين. هنبدأ في عملية زيارات لمقرات الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة والهيئة الوطنية للانتخابات. عندنا عملية تدريب وتنشيط للمتابعين حوالين المعايير الدولية لحرية الانتخابات، وتدريبهم على الاستمارة الإلكترونية اللي احنا بدأنا في عملها إعدادها. كمان احنا حددنا متابعة 10 محافظات، حددنا ان احنا نتابع 2400 عدد 2400 لجنه فرعيه، وده تقريبا حوالي 24% من عدد اللجان الانتخابيه المصريه. المتابعين بيتحركوا بفرق، كل سياره فيها متابعين دوليين ومترجم ومراسل لزياره اماكن الاقتراع للجان الفرعيه. يوم 13 بنبدا ان احنا نعمل اجتماعات لاعداد التقرير النهائي وتتبيع الاستمارات. يوم 16 ديسمبر هنعمل مؤتمر صحفي الظهر نعلن فيه التقرير الاولي لعمليه المتابعه. احنا حاليا في مرحله الاستعدادات لاعداد نموذج محاكاه للجنه انتخابيه، بحيث ان ايام التدريب احنا بنقول للمتابعين الجدد اللي معانا شكل اللجنه الانتخابيه المصريه هيبقى عامل ازاي؟ مكوناتها ايه؟ القاضي، الموظفين، الساتر، الصندوق الشفاف، عملية الاقتراع بتتم ازاي؟ ده اللي احنا بنستعد ليه الان.
نعم أستاذ أيمن، يعني فكرة عملية المحاكاة هي عظيمة في الحقيقة قبل وتسبق العملية الانتخابية على أرض الواقع، وبالتالي ربما تبرز لحضراتكم بعض المعوقات أو المشاكل من هنا وهناك، ويمكن التفكير في حل يسبق العملية الإجرائية للانتخابات. فهل ظهرت لديكم أي مشكلات يعني في عملية المحاكاة التي تحدثت عنها؟ هو طبعا الحمد لله ما فيش اي مشكلات، ولكن المجموعه لديها العديد من الاستفسارات، وكنا بنتعامل معاهم اونلاين قبل وصولهم يعني للقاهره، حول النظام السياسي والنظام القانوني وقواعد الهيئه الوطنيه للانتخابات، شكل اللجنه، المدرسه، الفرق بين مركز الاقتراع واللجنه الفرعيه. كمان مهم جدا، كنا اثناء اجتماعاتنا الاوليه ان احنا بنقول لهم ايه هي العادات والتقاليد بتاعه الشعب المصري. يعني في مظاهر زي مظاهر الرقص والطبل والضحك والغنى والتعبير عن ده، فقلنا لهم ان احنا حتى كمصريين احنا مش بس بنغني وقت الانتخابات او وقت الفرح، احنا كمان وقت الحروب كنا بنغني. وبالتالي ان في عادات وتقاليد وبيئه ثقافيه مهم الناس تبقى عارفاها كويس قوي. نعم، وفقكم الله ووفق الله مصر والمصريين بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. انطلقت فعاليات المؤتمر الختامي الثالث الذي عقده حزب مستقبل وطن أمانة محافظة المطروح، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالعلنين. أكد المشاركون في المؤتمر دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك نظرا للإنجازات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية. قررنا كحزب مستقبل الوطن نعمل المؤتمر في واحدة من إنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي مدينة العلمين الجديدة. احنا بنبعت له رسالة حب وتأييد زي ما انتم شايفين المؤتمر الحاشد بسم الله ما شاء الله كله جاي بيدي واجبه إن شاء الله يوم 10 و11 و12. ده واجب مش رد جميل على أهل مطروح إنه يأيدوا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا في مؤتمر مدينة العلمين بأكثر من 7000 نفر في هذه المحافظة، هذا المركز بإنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقول للجميع لقد انتهى وقت شعارات مع يوم 10 و11 و12، هو رد جميل يوم 10 و11 و12 والحشود أمام العالم كله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي. بقول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحن داعمين لك وخلفك يا سيد الرئيس، في ايام يوم 10 و11 و12 سيكون ملحمه لابناء مطروح، تأييدا لخطى السيد الرئيس والتي شهدها القاسي والداني لهذه الانجازات. يوم جميل جدا، حشود من الشعب المطروحي وجميع محافظات مصر جات هنا في مدينة العالمين، وانا بقول للعالم احنا بنتكلم العالمين وما ادراك ما العالمين. العالمين اللي كانت من 5 سنين صحراء النهارده عمارات شاهقه وابراج، ونقول يا سياده الرئيس ده كله من انجازاتك واحنا واقفين معاك، وبنقول لك مطروح كلها ومصر كلها وراك والبوابه الغربيه، واحنا جنودك بالملابس المدنيه يا ريس. يحيى السيسي، يحيى السيسي، وتحيا مصر. عقدت أمانة حزب مستقبل الوطن بمحافظة أسيوط مؤتمرا جماهيريا في قرية الوسطى بمركز الفتح لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. حضر المؤتمر الجماهيري أمانة المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية وعدد من أهالي المحافظة، هذا وقد أكد الحاضرون على أهمية المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية. كما استعرض المؤتمر أهم الإنجازات التي شهدتها أسيوط خلال سنوات عهد الرئيس السيسي. إن شعب أسيوط يشعر بمسؤوليته، يشعر بمسؤوليته تجاه الدولة، تجاه الوطن، تجاه الرئيس. يعني الشعب الأسيوطي أصبح يدرك الآن الموقف الذي نحن فيه وما قدمه سيادة الرئيس من أشياء تستحق أن نقف اليوم في هذا المؤتمر ونعلن تأييدنا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر. احنا بنؤيد ونؤازر ونبارك ونبايع سيادة الرئيس
من أجل مصر ومن أجل استكمال ما بدأه من قوة للجيش المصري ومن مشروعات عملاقة لن أكرر الحديث فيها، فهي لا ينكرها إلا جاحد. فإحنا بنقول إن التصويت للرئيس ده حق علينا كلنا. نظم حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد مؤتمرا جماهيريا بقرى ناصر الثورة بمحافظة الوادي الجديد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. شهد المؤتمر حضور أبناء القرية والقرى المجاورة مؤكدين على دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لقيادة مصر لفترة رئاسية جديدة. أنا طبعا في المؤتمر الحاشد لقرى ناصر الثورة وقرى مركز الخارجة لتأييد فخامة الرئيس لدعم التنمية ودعم الاستقرار ودعم التطوير في العملية التعليمية ودعم التطوير في كل أمور الدولة. إحنا بنأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية المستدامة والشاملة نحو رؤية مصر 2030، الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي والكيان المصري والهوية المصرية والعربية، أيضا لتحقيق التفاؤل وأن المستقبل وأن القادم أفضل لتحقيق كل أهداف وطموح الشعب المصري. احنا النهاردة بنرد الجميل للسيد القائد رئيس جمهورية مصر العربية سيد عبد الفتاح السيسي، جزء بسيط من اللي هو واقف معانا قال مصر دي فين ولازم تكون على القمة وإن شاء الله خير وكلنا جنبك وكلنا وراك. الحقيقة النهاردة هذا المؤتمر الحاشد في قرية ناصر الثورة دل إنه بيدل على إنه هم جايين يؤيدوا ويدعموا مسيرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة قادمة، وبنقول إنه هو ردا للجميل، الجميع واقف بكل جهوده بشبابه وبالمرأة وبالجميع في هذه القرية داعمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نظمت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران لقاء جماهيريا بقرية سنودة في مركز الخنكة بالقليوبية. تناول هذا اللقاء عرضا للبرنامج الانتخابي للمرشح مع التأكيد على الاستمرار في عقد المزيد من اللقاءات الجماهيرية. وقد جاء هذا اللقاء بحضور عدد من أهالي قرية سندو وأمانة حزب العدل بالقليوبية. أنا وجودي هنا رسالة إن أنا مرشح، أولا مش بس عندي برنامج سياسي، أنا كمان عندي رغبة وقدرة إن أنا أزور مش بس مدن ومراكز، لا بزور قرى، وكان شرف كبير لي أن أكون موجود في القرية اللي زارها قبل كده سعد زغلول. لعل هذا يعطي رسالة معينة إن زي ما كان في زعماء في مصر من أمثال سعد زغلول بقيمته بوزنه التاريخي بشعبيته الجريفة بيقدر يلاقي وقت ويلاقي إمكانية أنه يزور قرية. أنا يعني بحمد ربنا أن أنا بحظه وحظه وأن أنا بعمل نفس السلوك ده، وقادر أن أنا أوفر في خلال المعركة الانتخابية وقتها جد محدود أن أزور قرية والتقي بناسها وأسمع منهم ويسمعوني. هذا تفاعل إيجابي وهذا في حد ذاته مكسب سياسي كبير. يعني احنا هدفنا في المؤتمرات بشكل عام هو التواصل المباشر مع الناخبين وعرض برنامجنا من خلال التواجد في مناطق تواجدهم الأصلية. يمكن احنا بنمتاز اننا الحملة الوحيدة اللي بتنزل بالكامل ومعاها المرشح بنفسه للمواطنين في أماكن تواجدهم. النهاردة احنا في القليوبية في قرية سندوة، وقبلها سبق وتواجدنا في محافظات عديدة من محافظات مصر، ولولا ضيق الوقت لكنا تواجدنا في كافة محافظات الجمهورية. أشكر جميع الأجهزة المعنية على وقوفها على الحياد من جميع المرشحين. أنا شايف كده إن في حيادية تم لحد دلوقتي، والدليل اللي احنا شايفينه النهاردة يعني كل التسهيلات الحمد لله، ما فيش أي عراقيل، والحمد لله زي ما انت شايف الشكل كان حاجة مشرفة. احنا بنوصل للجماهير في أي مكان في كل محافظات مصر، بنحاول صوتنا يبقى مسموع في كل قرى ونجوع مصر. الرسالة بتاعت النهاردة ان احنا بندعو الناس لنزول الانتخابات والمشاركة في العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال،
من أجل إحداث تغيير حقيقي وتغيير سلمي وديمقراطي. وهذا المؤتمر إن دل على شيء فإنه يدل على روح الحرية والديمقراطية، ومفيش يعني فروقات بين المرشحين، كله على قدم مساواة. لازم العالم كله يعرف إن إحنا عندنا وعي كبير إن إحنا نخرج للانتخابات ونشارك في الانتخابات، لأن دي مرحلة كبيرة مهمة جدا في تاريخ مصر. أنا جاي أشوف التجربة الديمقراطية، أسمع أفكار المرشح الأستاذ فريد زهران، نشوف عنده أفكار جديدة هتخدم البلد ولا لأ، ومن أجل المشاركة، لأن طبعا إحنا في تجربة ديمقراطية إحنا مبسوطين وسعداء بالتعددية الموجودة. أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة عن عقد المؤتمر الانتخابي الختامي قبل الصمت الانتخابي بمسقط رأس المرشح الرئاسي بقرية منيا الشيحة بالجيزة. وقال المنسق العام للحملة الانتخابية بمحافظة الجيزة إن جميع الاستعدادات تمت للمؤتمر ولاختيار مكان الانعقاد وتجهيز أكبر قاعة على نيل منيا الشيحة لاستقبال المصريين في المؤتمر. وأضاف أنه تم تعليق البانرات وصور ودعاية المرشح الرئاسي عبد السند يمامة في شوارع الجيزة والقرى المحيطة. قامت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر بمحافظة الشرقية بزيارة مقر الحملة المركزي. جاءت الزيارة لمناقشة كافة التفاصيل ووضع اللمسات الأخيرة استعدادا لانتخابات الرئاسة بالداخل الأسبوع المقبل. احنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما امكن عن اهلينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وأوضحت وزارة الخارجية أن زيارة شكري ستشمل عقد لقاءات مع عدد من مراكز الفكر والأبحاث الأمريكية، مشيرة إلى أن الزيارة سيعقبها انضمام وزير الخارجية للوفد الوزاري العربي الإسلامي المقرر أن يزور واشنطن الخميس القادم، حيث سيعقد الوفد لقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي ومع عدد من أعضاء الكونغرس ووسائل الإعلام الأمريكية سعيا لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة. أفادت وزارة الخارجية أن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية يتلقيان الأسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن. أضافت الخارجية أنه يتم إعداد كشوف تفصيلية بأسماء ووثائق المواطنين لموافاة السلطات المصرية المعنية بها، تمهيدا لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني، لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية. أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره لمصر على التعاون الوثيق لتحقيق الهدن الإنسانية في قطاع غزة وتنفيذها والإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة. جاء ذلك خلال كلمة أمير دولة قطر في افتتاح أعمال المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة. نحن ندعو مجلس الأمن ولا سيما أعضائه الدائمين إلى القيام بمسؤوليته القانونية والعمل على إنهاء هذه الحرب الهمجية وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية، ونحن نعمل باستمرار على تجديدها وعلى تخفيف على أهلنا في القطاع، ولكن الهدن ليست بديلا عن الوقف الشامل لإطلاق النار. وكان ممكن توفير كل هذه المآسي لو أدركت إسرائيل وداعموها أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني وأن زمن الاستعمار قد ولى. تنعقد قمتنا هذه في ظل استمرار المأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة الناجمة عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وخصوصا أهلنا في قطاع غزة.
وخلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال القمة، أكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تواصل الجهود المبذولة لتفعيل هدنة جديدة بين إسرائيل وحركة حماس. بالنسبة لموضوع المفاوضات، دولة قطر ما زالت مستمرة في بذل الجهد لعودة العمل بالهدنة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وتبادل السجناء الذي حدث على مدار الأسبوع الماضي. للأسف يعني واجهتنا بعض التحديات التي أدت إلى توقف هذه الهدنة وعدم القدرة على تمديدها. طبعا ما زالت الجهود مستمرة وما زال التنسيق مستمر مع شركائنا سواء كان في جمهورية مصر العربية الشقيقة وفي الولايات المتحدة. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين من بينهم أطفال ونساء جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى سكني جنوب حي الشيخ رضوان في غزة. استهدف القصف الإسرائيلي منزلا في مخيم خان يونس جنوبي غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين. وشهدت مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه قصفا ليليا عنيفا وأحزمة نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات. وأطلق أطباء ومرضى بمستشفى دار السلام بخان يونس مناشدات من أجل إنقاذهم بعد قصف إسرائيلي كثيف في محيط المستشفى. وتجمعت أعداد كبيرة من النازحين داخل مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة بالتزامن مع تصعيد الاحتلال قصف المنطقة. قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل تتوقع قتالا صعبا في المرحلة الجديدة من حربها على قطاع غزة. وفي إفادة للصحفيين قال متحدث الحكومة الإسرائيلية قال إن إسرائيل منفتحة على أي رأي إيجابي بخصوص خفض الضرر الواقع على المدنيين بما يتسق مع هدفها بشأن تدمير حركة حماس في قطاع غزة. أعلنت إسرائيل أن 3 من جنودها قتلوا في معركة في غزة فيما وصفه راديو الجيش بأنه يوم معارك ضارية مع مقاتلي حماس. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط وجنديين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين وذلك خلال المعارك البرية في قطاع غزة. وبحسب المتحدث العسكري فقد قتل 3 جنود من سلاح المدرعات من الكتيبة 53، وأصيب جندي في دورية نحال وضابط وجندي في دورية المظليين بجروح خطيرة في معارك متفرقة بشمال قطاع غزة. كما أصيب جندي من الكتيبة 53 بجراح خطيرة خلال اشتباكات في غزة. استشهد شاب فلسطيني في مخيم قلنزيا شمال مدينة القدس المحتلة بقنبلة استخدمتها قوات الاحتلال خلال اقتحام منزله. كانت قوات الاحتلال قد اعتقلت 39 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية من بينهم سيدتان وعمال من قطاع غزة.
أكدت منظمة الصحة العالمية أنها اضطرت لنقل إمدادات من مستودع طبي تابع لها في جنوب قطاع غزة خلال 24 ساعة بعد تحذير من جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن العمليات البرية ستمنع الوصول إليها. أضافت منظمة الصحة العالمية أنها تشعر بالقلق إزاء تفشي الأمراض على نطاق واسع في ظل عدم قدرة الكثيرين من سكان غزة على الحصول على مياه نظيفة، بالإضافة إلى انهيار شبكات الصرف الصحي. انتهاكات جسيمة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. فالاحتلال لا يراعي حرمة المستشفيات ولا قدسية المساجد والكنائس، وهذه المرة أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلية منظمة الصحة العالمية بوجوب نقل إمداداتها من مستودعها الطبي في جنوب غزة، وذلك في غضون 24 ساعة، وعزى الاحتلال ذلك إلى أن العمليات البرية ستمنع الوصول إلى المستودع بحسب ما أعلنته المنظمة الأممية. من جانبه دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إسرائيل إلى سحب الأمر واتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمرافق الإنسانية، بينما قالت شانون باركلي من فريق منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية إن موظفي المنظمة في غزة تمكنوا من استكمال جزء من عملية إخلاء المستودع إلى منشأة جديدة، وعلى الرغم من ذلك نفت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق وهي فرع من وزارة الدفاع الإسرائيلية أن تكون قد طلبت من الصحة العالمية إخلاء مستودعات، وقالت إنها أوضحت ذلك لممثلي الأمم المتحدة دون الخوض في تفاصيل. وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن تكثيف إسرائيل للعمليات البرية العسكرية في جنوب غزة سيمنع الآلاف على الأرجح من الحصول على الرعاية الصحية. يتواصل توافد طائرات الإغاثة الدولية على مطار العريش الدولي دعما لأهالي قطاع غزة. هذا ووصلت طائرتان من إيطاليا على متنهما وفد لتفقد إمكانية إقامة مستشفى ميداني في غزة، كما وصلت طائرة من الأردن وطائرة من الكويت محملتين بالمساعدات. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالقليوبية حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني. يأتي ذلك في إطار الحرص على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وتأتي هذه الحملة امتدادا لدور مصر بقيادة الرئيس السيسي في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مبادرة للتبرع بالدم بمحافظة كفر الشيخ للأشقاء في غزة. وتوافد الشباب والفتيات للتبرع بالدم أمام جامعة كفر الشيخ معبرين عن سعادتهم بهذه المشاركة تضامنا مع الشعب الفلسطيني. جيت النهاردة علشان أتبرع لإخواتنا بالدم، إخواتنا الفلسطينيين، دي أقل حاجة ممكن إن احنا نقدمها لهم، أي حاجة في إيدينا إن احنا ممكن نقدر نساعدهم بيها في ظل الظروف اللي هم فيها دلوقتي بنقدمها، وإن احنا بنسعى إن احنا نقدم لهم الحاجات دي، فدي أقل حاجة إن احنا نقدم لهم دمنا، لأن احنا في الأول وفي الآخر دم واحد. طبعاً كلنا شاركنا في حملة التبرع بالدم، وقد إيه العدد متزايد في الشباب وجميع الفئات، طبعاً زي ما حضراتكم شايفين كده في حملة التبرع بالدم. احنا بنسعى لتجديد مخزون الدماء ومساعدة الدولة المصرية، خصوصا بعد ما خرج اكتر من 5000 او 6000 كيس دم راح غزة بسبب الحرب. والنهاردة في زي ما انتم شايفين اقبال كثيف من الاهالي مختلف الاعمار على الدعم وعلى التبرع لاهالينا في غزة. نتبرع بالدم لاخواتنا في فلسطين علشان نقدر نساعدهم وننقذ اكبر عدد ممكن منهم،
والحمد لله يعني أنا قدرنا أن احنا نوصل مساعدات كتيرة لغزة. انطلقت حملات التبرع بالدم لصالح مصابي قطاع غزة بمحافظة الأقصر بالتعاون بين مؤسسة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة وجمعية الأرمان والكيانات الشبابية. أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالدقة أهلية أن مصر كانت وستظل المساندة الأكبر للأشقاء الفلسطينيين ولأهالي غزة. فأنا جيت النهاردة أنا وزمايلي علشان نتبرع بالدم لإخواتنا في فلسطين وهي حاجة سهلة جدا، فيعني بتمنى أن كلنا ننزل ونشارك. نازلين ندعم القضية الفلسطينية بدعمنا ليهم بالدم. كل شاب فينا إحنا كشباب بنوعي الشباب اللي زينا أن هم ينزلوا ويشاركوا. كل واحد فينا نقطة دم بالنسبة لإخواتنا الفلسطينيين في الوقت الحالي تساوي حياة. تتواصل فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023 في يومه الثاني. يشهد المعرض حضورا دوليا مميزا حيث يجمع أكثر من 400 عارض من كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح. خطوة نحو وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميا، جاء افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023 بمشاركة عالمية بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية. دي بداية الطموح والتوجه السياسي للتوطين صناعة السلاح بجميع أنواعه في مصر والدخول في شراكات متعددة مع كبرى الشركات العاملة في المجالات، مش بس في الطيران ولكن في جميع المجالات. زي ما حضرتك شايف النهاردة يمكن في أكتر من 5 أو 6 معروضات بيعرضوا لأول مرة، وتعتبر يعني من الطفرات اللي حصلت خلال الفترة السابقة. المعرض الذي يتواصل فعالياته حتى 7 من الشهر الجاري يعد الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الإفريقية، ويجمع أكثر من 400 عارضا من كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح. هذه ثالث مشاركة لنا في هذا المعرض، بدينا مع بداية هذا المعرض، وهذا يدل على يعني أهمية دولة الإمارات، أهمية مشاركة دولة الإمارات في المعارض المصرية. طبعا تأتي المشاركة هذه بناء على العلاقة المتميزة بين دولة الإمارات ومصر. الشركة بتشتغل في حماية القوات، تركز قواتها في التدريب وحماية القوات بالتعاون مع شركات عالمية بتخدم الجيوش الصديقة في أنحاء العالم، ودايما بنكون حريصين ان نعرض الاحدث دائما والتدريب على الاحدث لمقابله كل انواع المخاطر اللي بتتجدد دائما مع التطور الارهابي. المعرض يضم 22 جناحا دوليا يمثل تجمعا دوليا لتبادل الرؤى والخبرات، وفرصه مهمه لعرض المنتجات العسكريه المصريه ليكون بمثابه العبور الى الاسواق الاقليميه والعالميه. رامي محمد، التلفزيون المصري. We'll be right back.
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التوقيع مع إحدى الشركات على اتفاقية تعاون استراتيجي بهدف تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع صناعي متكامل لتكنولوجيا الطاقة الخضراء داخل المنطقة بنظام المطور الصناعي، وذلك على هامش قمة المناخ COP28 بدبي. ومن جانب آخر، تم التوقيع على عدة اتفاقات استثمارية، أولها توقيع اتفاق مشروع توريد كهرباء مولدة من مصادر طاقة شمسية بقدرة 7 ميجاوات، وذلك لصالح شركة جوتشي. شارك وزير البترول طارق الملا في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الهيدروجين التي عقدت في إطار فعاليات قمة COP28 بدبي. ألقى طارق الملا كلمة مصر والتي استعرض فيها ما تقوم به من أجل توطين صناعة إنتاج الهيدروجين كإحدى ركائز تقدم مصر في تبني مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وفقا لرؤيتها للتنمية المستدامة 2030. شارك وزير البترول طارق الملا بجلسة تحت عنوان تسريع وتيرة خفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول والغاز، وذلك في إطار التعهد العالمي للميثان، ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقدة حاليا في دبي. خلال هذه الجلسة أكد الوزير اعتزام مصر تطوير اللوائح الداخلية الخاصة بانبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز بنهاية عام 2024. أثبتت المجمعات الصناعية نجاحا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تحول فيها عدد من العاملين بمجال الصناعة إلى مستثمرين، وتسهم النهضة الصناعية التي تشهدها مصر في توفير العملة الصعبة من خلال تقليل الفجوة الاستيرادية والعمل على تعزيز الصادرات من أجل تنويع مصادر الدخل للاقتصاد القومي. دعم كبير توليه الدولة للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما انعكس إيجابا على كافة العاملين بالقطاع الصناعي، حيث أثبتت المجمعات الصناعية نجاحا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية والتي تحول فيها عدد من العاملين بمجال الصناعة إلى مستثمرين. كذلك تحويل عدد من التجار المستوردين للبضائع الأجنبية إلى مصنعين ومصدرين لعدد من دول العالم بأوروبا وأمريكا وأسيا أيضا. احنا بدأنا حوالي سنة 2000، كان في طلب على المنتج المحلي، فحاولنا ان احنا نغطي الطلب دوت بان احنا نبدا نصنع احذيه ومنتجات جلديه واحذيه رياضيه يعني وكلاسيك وكلام زي كده. فبدانا من سنه 2000 طبعا كمصنع صغير جدا، مع الوقت قدرنا ان احنا نطور من نفسنا، نطور من خطوط الانتاج، نطور من مكن، نطور من طريقه صناعه الحذاء في مصر، ووصلنا لمراحل طبعا متقدمه جدا في الموضوع. استعنا بخبرات من كل البلاد، استعنا بخبرات من ايطاليا، استعنا بخبرات من تركيا، واستعنا بخبرات من الصين، ويمكن اكتر من كده كمان. يعني انا بقول اللي انا فاكره دلوقتي، وصلنا لمرحله ان احنا بقينا بننافس على مستوى يعني دولي. وتساهم النهضة الصناعية التي تشهدها مصر في توفير العملة الصعبة من خلال تقليل الفجوة الاستيرادية والعمل على تعزيز الصادرات من أجل تنويع مصادر الدخل للاقتصاد القومي. شغالين في الصناعة من 20 سنة. طبعا في البداية كان الموضوع ما كانش بالحجم ده، اتجهنا للصناعة لأن التجارة كانت بدأت تندثر وما عادتش صحية زي زمان، والصناعة لها المستقبل. فطبعا الدولة قدمت تسهيلات كتير للصناعة والاستيراد الخامات والحاجات دي. احنا في البداية جبنا حبينا نطور المنتج، قلنا في الاول احنا بنستورد المنتج الاجنبي، طب ليه احنا ما نصنعوش؟ جبنا المكن، طلعنا جبنا الخامات الاجنبية والمكن الاجنبي، وطلعنا بره درسنا ازاي بينتجوا وبيصنعوا المنتج، ونقلنا التجربة هنا في المصنع. احنا بنهتم بجودة المنتج بتاعنا من بداية ما بيخش على الخط لحد ما خلاص هو وصل للفينش الاخير ان هو يتسلم للعميل. فاحنا يعني احنا منتج مصري، فاحنا دلوقتي احنا بننفذ المنتج المستورد، فلازم نطلع المنتج بتاعنا بجودة عالية جدا بحيث ان هو يعني يبقى ليه اسم ووزن في السوق،
ان احنا نقدر ننافس بيه المنتجات المستوردة، بل ان المنتج المحلي بتاعنا افضل من المنتجات المستوردة كمان. وشهدت محافظة بورسعيد انشاء العديد من المجمعات الصناعية التي جذبت الكثير من صغار المستثمرين، واصبحوا من المصدرين الى دول عدة في العالم، ومن بينها مجمع 58 مصنع ومجمع 118 مصنع وغيرها من التي يتم انشاؤها حاليا نظرا لاقبال المستثمرين عليها. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على الطفرة النوعية لمعدلات نمو وانتشار ونجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهود الدولة في تقديم الدعم الفني والخدمات التمويلية والاستشارية. استعرض التقرير جهود الدولة في دعم وتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك على مدار 9 سنوات. تمر اليوم ذكرى وفاة المناضل والسياسي الراحل نيلسون مانديلا. مانديلا كان أول رئيس منتخب لدولة جنوب إفريقيا في انتخابات متعددة الأعراق. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. قمة مصرية قبرصية بالقاهرة تبحث توسيع ملفات التعاون الثنائي وجهود تحقيق السلام وضمان الاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وجهود وقف الحرب في قطاع غزة. الأمم المتحدة تقول إنه من المستحيل إنشاء مناطق آمنة داخل قطاع غزة بسبب حملة القصف الإسرائيلية. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا، تحية لكم وإلى اللقاء.